عبد الله خلي السعيد. خلي بالك امبارح ما راحش الحفله بتاعه التدوك بالدوري. خلي بالك ماشي ادي منتخب يعني بالظبط. عبد الله السعيد عشان المنتخب. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد الناس بتقول انه راجع الزمالك. طب انا عايز اقول لك خبر بقى على عبد الله السعيد. مش راجع. طب انا عايز اقول لك خبر. انا كان موجود عشان هو كان موجود. طب انا اقول لك خبر عبد الله السعيد. الزمالك بكره هيتقدم ببلاغ رسمي ضد عبد الله السعيد، والاصل الامانه اللي هو عليه ان هو بال 40 مليون بعد ما طلع وخرج مع رامز وقال ال 40 مليون غير. قال لك انا اهلاوي. قال لك ال 40 مليون في بطن الحوت، مش بطن الحوت طبعا. كان وقال لك انا اهلاوي وكذا مره. على فكره الزمالك خاطب كذا مره ان هو يرد ال 40 مليون، عرض هو ان يردهم بالشيكات والكلام ده، الزمالك رفض. فبكره في بلاغ رسمي ضد عبد الله السعيد ان هو يرجع. لا هو كمان اشترط انه يرجعهم، يرجعوا له العقود. لا والشيكات ويقول لك يعني فاهم قصدي، يعني ما تشتكينيش يعني انا ارجع لك ال 40 واديني العقود وخلاص. لا ما في واحد يروح لحاله مش عايز ارد على